احيانا الشهود كمان بيخطئوا. هو زي ما قال هو شهر استاذنا موسى، بالنسبه للشاهد بالنيه، لا ما هي ما مساله نيه، الشاهد اذا رايت مثل الحق فاشهد او فلا تسكت. يبقى انا ما حقبل منك شهاده الا شهاده واضحه ومؤديه الى او ذات علاقه بالدعوه. بمعنى انه انت ممكن الشاهد تعمل زي ما قال لك ريفرش، او على الاقل تراجع شهادته، انت بتعرف شنو عن الموضوع كذا كذا. عشان كذا حتى في المحكمه في حاجه اسمها الليدنج كويشن، ممنوع في المحكمه، اللي هو الاسئله الايحائيه، الاجابه بيس اور نو ممنوعه. انت في اليوم الفلاني كنت وين؟ دي سؤال مش هل مطبول. انت مجرم؟ هل انت لا مش هل انت مجرم؟ ما في حد بيقول لك انا مجرم، يعني انت في جرائم القتل لما تسال متهم مذنب ولا غير مذنب بيقول لك انا غير ما مذنب. يعني هل لكن دي ما تنفع؟ لما تستجوب الشاهد فلان استلف من فلان فلوس وكانوا في مناسبه فلان، فانت بتساله في اليوم الفلاني انت كنت وين؟ حيقول لك انا كنت في مناسبه فلان. طيب الحصل بين فلان وفلان ايش؟ ما تساله فلان استلف من فلان فلوس، اي سؤال بيس اور نو ممنوع. زي شاهد ما شافش حاجة عادي الإمام يعني ما تخطه في التراك اللي بيودي لقضيتك أيوة أو لا، استلف منه فلوس أيوة استلف منه فلوس، لو هو شاهد دفاع هيقول لك لا ما استلف فلوس.